أحسن شكل. قالت مصادر مطلعة لبي بي سي أن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض التوقيع على المبادرة الخليجية متعللا بأنه كان مخولا بالتوقيع عليها فقط أثناء غياب الرئيس خارج البلاد. ويترقب اليمنيون بقلق بالغ ما ستسفر عنه الساعات المقبلة بعد تأخر توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية، بينما ردد متظاهرون في عدة مدن يمنية شعارات تندد بأي اتفاق يمنح صالح حصانة من الملاحقة القضائية. فاز مصطفى بن جعفر زعيم حزب